اليوم ان شاء الله بهذا الفيديو راح نتكلم عن شكل جسم المستطيل، شنو هو وشنو الملابس، القطع الملابس اللي تناسبه، قطع الملابس العلوية والقطع الملابس السفلية وكل هذا. اذا اول مرة تدخلون حق هذا الفيديو ما عارفين عن انا شنو قاعدة اتكلم ولا مو عارفين شنو هو شكل جسمكم، فسويت فيديو كامل هنا خليته تكلمت فيه عن كل الأشكال الجسم وشلون تعرفين شكل جسمك وكيف تاخذين القياسات الصحيحة. بهذا الفيديو مثل ما قلت لكم راح أتكلم عن الجسم المستطيل. حس إحنا إذا لبسنا صح راح نعطي أكثر، لأن راح تكون عندنا ثقة بنفسنا وبالمظهر الخارجي اللي إحنا فيه. فعشان هيجي تنسيق الملابس بالشكل الصحيح لكل جسم كلش مهم، لأن نبرز اللي إحنا نريده ونخفي عيوب. ما في جسم أحلى من ثاني وما في مقارنات من هذا كله، كل أجسامنا حلوة بكل أشكالها وبكل أحجامها. الجسم المستطيل ليش سموه مستطيل؟ لأن قياسات الأكتاف مع الخصر مع الحوض هي قياسات وحدة نفس الشيء. والصراحة أنا وايد أحب جسم المستطيل، لأنهم إذا سمنوا الوزن يتوزع على جسم من فوق لتحت، فما يبين بيهم غير عن الأجسام الثانية. فالجسم هذا يعتبر جسم متناسق ما عدا خصر ما عندهم. إذا عرفوا شلون ينسقون ملابسهم الصحيحة راح يعرفون يلبسون الأشياء الحلوة اللي تبرز ويصير عندهم خصر. راح أذكر لكم بعض المشاهير علشان راح تشوفونهم، ممكن تشوفون تنسيقاتهم شلون تساعدكم إنكم تختارون ملابسكم وتشوفون الأشياء اللي مو حلوة لهم عشان ما تشترونها ولا تخسرون الفلوس. من المشاهير اللي جسمهم المستطيل اللي هي نانسي عجرم. طبعاً نانسي عجرم ما يبين عليها لأنها كلش ضعيفة. عندنا بعد الأميرة كيت ميدلتون، عندنا بعد غادة عبد الرزاق. غادة عبد الرزاق جسمها مستطيل لكنها هي تمتاز بالطول، طويلة. فمثل ما قلت لكم الحلو بجسم المستطيل إنه متساوي متناسق ومن فوق لتحت، فمو حلو تلبسون مثلا فستان يجي هذا الفستان من فوق الحدر بدون خصر ولا شيء، هذا يعطيكم هيك سمن زياده. فاذا حابين تلبسون هيك فساتين حطوا لها خصر، حطوا لها حزام على مود يبين الخصر. بعد ممكن تلبسون شغلات هنا فوق عريضه او شيء على مود خلاص اعطاكم فوليوم فوق، حجم فوق، فيبين يكون عندكم خصر. فهسه اول شيء خلينا نبلش بالنيك لاين اللي هنا، شنو راح تلبسون بهذا المكان او القصات اللي هنا، التيشيرتات شنو هي. طبعا كلش حلوه القصه الدائريه، القصه على شكل قلب تعطيكم هنا فوليوم وحجم كبير. اذا تردون تبرز عندكم انحناءات بالجسم ممكن تلبسون الاوف شولدر اللي هو نص الكتف طالع والثاني مغطى بهالطريقه، هاي كلش حلوه يعطي فوليوم يبرز هنا الاكتاف فيعطيها هيك حجم كبير، لان بهذا الجسم المستطيل احنا نريد نزيد فوليوم كثافه من فوق وتحت على مود شنو يصير انه في خصر. لذلك التيشيرتات اللي تلبسونها، البلايز اللي تلبسونها هنا اللي فيها كشكش المنفوشه اللي فيه فوليوم هنا بهالمكان، الكتافيات اللي هنا ليش؟ لانها قاعده تعطينا حجم، فاي شيء هنا يعطينا حجم نستخدمه. نلبس القمصان اللي فيها مثلا جيب مثل هذا الحين انا اللي لابسته، يعني اي شيء اي كميه هنا يجيب بيها شغله هوايه بهذه المنطقه. تجنبوا التيشيرتات اللي فيها هاي نك، لان الهاي نك لما تلبسونها هذه اللي فيها الركبه تحدد لكم هنا الشكل فيبين الجسم المستطيل، فهذا تجنبه. طبعا من الاشياء الحلوه اللي تلبسونها اللي هي تيشيرتات اللف، لان بها من اللف وتنشد بالصفحه فيعطي هنا خصر، فهي كلش حلوه تلبسونها. تلبسون التيشيرتات اللي فيها كركوشه، تعرفون هالكركوشه اللي هنا اللي فيها الربطه هيك، اي شيء هنا في ربطه او شيء كركوشه. طبعا الجاكيتات اللي تلبسونها اكو قياسات واطوال معروفه كثيره مثل ما احنا نعرف، اللي هو يجي الجاكيت القصير اللي الطول العادي والطويل كلش. تجنبوا الجاكيتات القصيره اللي تجي لهنا، هذه لا تلبسونها. ليش؟ لان اذا لبستوها راح يبين الخصر فيبين الشكل المستطيل اللي احنا ما نريده يبين، فتجنبوا هاي الجاكيتات القصيره ولبسوا الجاكيتات اللي هي تكون طولها الى الحوض. طبعا هم بعد حلوه الجاكيتات اللي بيها الحزام، الجاكيتات اللي بيها شده بالنص، يعني هذا خلوه شيء اساسي عندكم اللي هو الحزام. اي مكان لبستوا جاكيتات، تيشيرتات، تنانير، حلوه انكم تخلوا لكم حزام على مود يبين هيك يخصركم، يعني تلبسون الحزام وتلبسون شغله هيك كبيره فوليوم من فوق ومن تحت بعد. ما في وايد قوانين تتبعونها لان جسمكم مثل ما قلت لكم متناسق، لكن احنا قلنا حبينا ان نطلع يكون عندنا خصر، فهي هاي الفكره انكم تلبسون بالمنطقه العلويه شغلات هيك تبين وتبرز، ونفس الشيء بالمنطقه السفليه يكون شيء عريض ومنفوش.
شوية مو وايد. طبعا خلينا نجي للمنطقة السفلية، شنو تلبسون؟ عندكم خيارات واسعة، جسمكم مثل ما قلت لكم حلو، تقدرون تلبسون أشياء وايد وقطع وايد. فأكيد مثلا تلبسون إذا كانت البناطلين العريضة هم كلش حلوة، تعطيكم هيجي حجم تحت فيصير عندكم انحناء بالخصر. هم بعد البناطيل الضيقة هم حلوة عليكم لأنها راح تبرز أشي أكو انحناءات بجسمكم إذا حابين إنها تبرز. البنطرونات الناعمة لقماشاتها الناعمة هم حلوة تلبسونها، بس مو وايد الواسعة كلش، لا اللي وسعها عادي. نجي للجينزات، الجينزات بعد هم حلوة تلبسونها، السكيني جينز اللي هو الجينز الضيقة حلوة تلبسونه، لكن ابتعدوا عن قصة الجينز الستريت اللي هو من فوق لتحت جاي نفس القياس، هذا تبتعدون عنه لأن مثل ما قلت لكم جسمكم مستطيل فراح يبرز أن هذا الشكل أو يبرز الجسم أنه شكله مستطيل، فنحاول نتجنبه. نجي الحين حق مرحلة الفساتين. الفساتين عندكم أشياء وأشكال وايد تناسب جسم، لكن اللي أنا قاعد أشوفه أحلى حق هذا الجسم بالضبط اللي هي الفساتين تكون ضيقة عند الخصر وبعدين تجي منفوشة. حلوة بعد الفساتين الملفوفة لأنها تعطي خصر وتعطي فوليوم حق المنطقة السفلية. أهم شي تكونوا مرتاحين باللبس وتعرفون شلون تنسقونه مع جسمكم. قاعدة جسمكم كلش سهلة انكم تخلون بس حجم كبير هنا بالاكتاف تحت على مود تسوون خصر لكم. نجي حق الاكسسوارات، الاشياء الحلوة اللي تقدرون تلبسونها اللي هي التراتشي، هاي احنا نسميها تراتشي الكبيرة عشان بيج ستيتمنت، تعطي شد الانتباه حق الوجه لكم. نجي بالنسبة للاحذية، الاحذية الحلوة اللي تلبسونها اللي هي اللي فيها بوز، هذه طبعا هاي بكل الاجسام كلش حلوة يلبسونها، ويكون لون الحذاء او الشوز اللي هو اللي نفس لون الجلد حتى ما يعطي يعني فاصل بين الجسم او بين الحذاء مع اللبس، فتخلونه مثل لون الجسم يعطي انطباع بالطول. هاي اي وحدة اذا قصيرة كنتي وحابة انش تبينين انه اطول فتلبسين بعد هاي الاحذية اللي لونها مثل لون الجلد، وحركة هذا البوس ببداية الحذاء يعطينا انطباع بطول، زيادة الطول يعني. بالنهاية كل شخص هو ذوقه ويشوف الأشياء اللي هو اللي تناسبه، لكن هاي بعض الأساسيات أو بعض الأشياء اللي ممكن تخلونها في بالكم لما تروحون تسوقون عشان تعرفون فعلا شنو هي الأشياء اللي تناسبكم وتبتعدون عن الأشياء اللي تكبركم أو تزيد من حجمكم أو العكس. كتبوا لي بالتعليقات هل قستوا قياسات جسمكم علشان تعرفون شنو هو نوع جسمكم؟ ان شاء الله بالفيديوهات القادمة راح انزل التنسيقات اللي تناسب اشكال الجسم الثانية اللي ذكرتها بهذا الفيديو، روحوا شوفوه اذا بعدكم ما شفتوه، ولا تنسونكم تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه ولايك، وشاركوا هذا الفيديو حق صديقاتكم اذا كانت عندها الجسم المستطيل عشان تعرف الاساسيات شلون تختار ملابسها قبل ما تشتريها. اشوفكم على خير بالاسبوع القادم، باي باي.